مرحبا بكم من جديد في سونيا في تونس. موضوع مهم جدا هو موضوع التكوين المهني، واليوم سعيد برشا أنه يجيب حذايا شيف أيوب شفتر مدير عام الأكاديمي دي شيف. شيف مرحبا بك. يعيشك، مرحبا بك أنت، مرحبا بمتتبعي تلفزة تي في. الحمد لله في خير. التكوين المهني من القطاعات المهمة والمهمة جدا في تونس، خاصة في مجال الريستوراسيون. التكوين ككل مهم سواء في تونس وإلا في الخارج. دايوغ التكوين ما عادش مجرد مقاربات تعليمية فقط، ارتقى إلى أن يصبح لصناعة. للصناعة، دونك موجه أساسا للصناعة. هات نتفرجوا مع بعضنا اش تعمل الأكاديمي دي شيف بالنسبة للتكوين المهني في فن ريستوراسيون، وراجعين باش نزيدوا نتعمقوا أكثر في الموضوع. أنا حبيت عمري 29، نخدم توا مع شيف سليم الدويدي، سو شيف في كولت بيسترو. غرامي بالكوجينه، دونك انا مغرومه برشا بالكوجينه مليانه صغيره، دونك اخترت نكمل طبع غرامي. لقيت الاكاديمي شيف، مشيت عملت فيها فورماسيون، قريت فيها 2 سنين. لقيت الاكاديمي شيف متوفرين فيها الحاجات اللي انا نحب نعملهم في في في, في الكوجينه. دونك العامين هذوما تعديت دي فورماسيون في الاكاديمي شيف، خليوني حاضره باش ندخل لا في بروفيسيونيل. سي اون كوزين كرياتيف، دونك مش معناها مش كيما لي كوزين نورمال اللي في تونس، بيسترو كرياتيف، كوجينه جديده، فما دي تكنيك جدد برشا، معناها ما تلقاهمش نفسهم في الريستو هذا، ما تلقاهمش في الريستو الاخرين. ديما تتعلم، ديما فما انوفاسيون، ديما فما حاجات جدد باش تتعلمهم، ديما فما تتقدم. معناتها الفورماسيون عاونتني برشا باش نكون في ريستوران كولت بيسترو اللي هو كويزين كرياتيف. لي تكنيك اللي تعلمتهم في الاكاديمي شيف هما اللي خلوني نوصل نخدم في كويزين كيما هكا. دونك ديما فما حاجات جدد، ديما فما كرياتيفيتي، ديما تنجم تقدم معناها. وانا ديما فرحانه اللي انا في البوست نتاعي اللي وصلت لها باش تكون سو شيف في كولت بيسترو. سي با فاسيل انك باش توصل معناتها تاخو تيتر كيما هكا، مي في مالغري اللي انا صغيره معناها في العمر نجحت ووصلت لين حب علي. Shirin Khouija, je suis étudiante en première année BTS cuisine à l'Académie des chefs. Je suis douée pour la pâtisserie et la cuisine meilleure en Mlikham Sassnil. J'ai le bac français. Ensuite, j'ai commencé directement dans une école de restauration. J'ai choisi l'Académie des chefs pour beaucoup d'aspects, dont la qualité de la formation et surtout un partage de savoir-faire et d'expérience. Les laboratoires sont vraiment bien équipés. Aussi, durant les 2 années, les étudiants ont participé à plusieurs événements. Les choses sont bien ou les choses sont bien. Je suis enseignante passionnée par ce métier d'intégrer l'Académie des chefs. De nos jours, la formation en Tunis est une chose essentielle. Et nous avons fait des choses les profils qui sont venus سواء في الليتاتيك ولا في البريفي. دونك كي تلقى عندك شكون بروفيل يقرا عندك ماخو ميتريز في لونغ ولا يعمل في التيز نتاعو تاع الدكتوراه ويختار انه يجي يقرا عندنا احنا الميتيه هذيا،
نعرفوا اللي هي ولات مطلوبة بشكل كبير برشا، ولات تساهم في الدورة الاقتصادية اللي هي موجودة في تونس. من توا ننصحوه ينجم كانوا يشوف روحه مش هكا في القراية ولا مش حاجة، ينجم يمشي للتكوين. والتكوين راه مش نتعلموا نقصوا ولا نطيبوا ولا حاجة، راه فيها قراية أبار الكويزين باتيسري، راه نقراو جيستيون، نقراو لونغ باش يتثقف وميم طون مع لي شيف، باش يكون بيان انكادري. فهمت مالي؟ يعني مو جوست طيب ولا باش نطيبوا حاجه ولا بلا، دونك رانا باش نقريوه باش نفورميوه باش يطلع بيان فورمي، متثقف اكثر حاجه، لي جين دو في نتاعو يعرف كيفاش يعيش، يعرف كيفاش يتكلم في كوميونيكاسيون، في كل شيء يعني. نجم الدين بن عبد الله 33 بيانتو 35 بون، عملت فورماسيون ميليتير دونك بعد قرايه في برج العامري و10 سنين خدمه في مطار جربه، دونك جي ديسيدي باش نعمل حاجه نحبها فينالمون. شكون تخدم في مطار جربه؟ كونترولور ايريان، كونترول دو لا سيركولاسيون ايريان، دونك بوندون 10 سنين. بعد جي ديسيدي دو فير حاجه نحبها معناتها، دونك فورسيمون دونك حاجه تحبها باش تبدا ايبانوي اكثر معناتها في اللي تعمل فيه. ابري اون اكسبيريونس نتاع 10 سنين تفهم روحك اكثر، تعرف روحك شنو تحب شنو ما تحبش، و تو تفيك دي زوبجيكتيف معناتها. بون جي انتيغري الاكاديمي، الاوبجيكتيف نتاعي مش باش نخرج من تونس، اما باش نحسن قد ما نجم الحاله نتاع تونس، معناتها الكوجينه نتاع تونس تولي معروفه اكثر على الشير انترناسيونال ابارتير من تونس. ابار الرونومي على الاخر والفورماسيون بالحق دو كاليتي، الاكاديمي سمعت بها من قبل ما تحل، لي فورماتور البروغرام بروبوزي انتريسون على الاخر وفيه كل شيء، دونك سي انكوراجون. فما دي زيكول اخرين ما خممتش مرتين باش نجي للاكاديمي دي شيف، كان شوا يونيك نتاعي فكرت فيه. اسامه بلال الزياتي 22 سنه. والله انا كبرت في عالم الباتسري من انا صغير مغروم، كملت القراية وبعد قلت علاش ما ندخلش نقرا في الأكاديمية دو شيف. خدمت مع الدار، نحن الدار معناتها يعملوا في العائلة تقد في الحلو العربي التزكية معناتها البقلاوة كعك ورقة. والله جيت لاني أول حاجة نصحوني بها برشا من الناس معناتها دخلوا يقرأ وخرجوا لبرا معناتها كاو، قلت علاش معناتها ما نمشيش نشوف كيفاش. يا اخي دخلت فرحان على الاخر بالليكيب الكل، برشا حاجات جدد برشا حاجات، والحمد لله نحب نطور، نحب نعمل اسم، نحب نعود معناتها نصدر حلول برا، نحب نطور مشروع العالم معناتها نحل دي بوان دو فونت في تونس ونصدر لبرا، هذا كل بفضل الاكاديمي دي شيف. اسمي بسرور مونيا، انا على باز جو سوي بسيكولوج كلينيسيان اي جو فورم ici à l'académie des chefs la communication pour les étudiants على خاطر هما يعملوا في tout ce qui est art culinaire donc و la communication هي la meilleure des arts donc يلزمهم يتعلموا فنون التواصل. ناخذهم un peu dans le déséquilibre émotionnel où ils sont perdus، يخرجوا فاهمين رواحهم وفاهمين شنو الاوبجيكتيف نتاع الفورماسيون اللي يعملوا فيها هوني. فما dans le cadre d'un projet de fin de formation عند طالبه من هنا من الاكاديمي، خدمت في المجال هذايا مع صغيرات عندهم صعوبات التعلم وعملت des ateliers برشا، وكانت في البدايه كانت لا موتريسيتي فين نتاعهم ماهيش صحيحه، ما كانوش يكتبوا مليح، عندهم في الاسباس معناتها يقلبوا في الفضاء يقلبوا الحروف، وعملت مجموعه ليزاتوليه هذوما، ومن بعد لقينا الصغار هذوما اولياهم ساتيسفي برشا بالريزولتا اللي كانت وتحسنوا ياسر، والتو ماذا بيهم يتعاودوا ليزاتوليه هذوما على خاطر لقاو نجاعه نتاعهم. احنا ما عندناش سبيسيفيكاسيون في العمر، العمر ينجموا من 16 ans حتى كشل 70 ans، اي انسان مغروم بالكويزين ولا بالباتيسري هوني سولون لا فورماسيون اللي باش يعملها. كان باش يعمل اون فورماسيون هومولوغي دونك باش يخرج افيك ان ديبلوم هومولوغي ريكونو على ليشيل انترناسيونال ومعترف به في تونس وخارج تونس. سينون اللي باش يعمل اون فورماسيون اكسيليري باش ياخذ اون اتيستاسيون دو فورماسيون. اون ا دو تيب دو فورماسيون هومولوغي، عندنا البي تي بي اون كويزين او بيان اون باتيسري اللي هو لازم النيفو سكولير نتاعو دوزيام اني سكوندير اكومبلي، وبالنسبه للبي تي اس اون كويزين او بيان اون باتيسري
لازم النيفو نتاعو عنده الباك او بلس وبيان عامل بي تي بي في نفس سبيسياليتي. عندنا لي لانغ, عندنا الفرنسي والانجلي يقراوهم بوندون 2 ans, وعندنا اون ثوازيام لانغ اترانجير. اول ما بديت الاكاديمي اخترنا الالمان, سيت اني قاعدين نخدموا على الاسبانيول, وشاك اني نجمو نبدلو معناها لا لانغ اترانجير selon les besoins تاع لي ستوديون. لا دوري دو لا فورماسيون سي 2 ans. احنا عملنا دراسه قبل ما نحلو الاكاديمي كوتي ايكونوميك, باهي لقينا انه الدومين هذايا ناس الكل لي ريستوراتور يعانيو من بنوري في لي كويزيني لي باتيسي كاليفي اللي كي يعطيه خدمه يعملو اون فيش تكنيك يعطيه لا رونتابيليتي لو كو. قبل يا 15 ans عندنا ديما دي كويزيني دي باتيسي اللي متعلمها صنعه على ابوه على زيزو على حد تعلم عليه. توا ولينا لي لازم اللي باش يقرا الكويزين يعرف لي تيرم تكنيك, يقرا جيستيون, يعرف لو كو, يعرف يخدم الفيش تكنيك, مش ان سامبل طباخ والا حلواني. نحب نعدي ميساج لي بارون الكل, راهو با اوبليغاتوارمون ولدي لازم يوصل لي ولي طبيب والا محامي. نهار اللي نحس في ولدي ان دون يحب يتعلم صنعه ما نخليهوش يطبق حلمتي انا, راهو لازم صغير يعمل حلمته هو, وراهو لازم البارون يشجع ولده على حلمته وعلى غرامه. راهو التكوين المهني يعاون برشا ولادنا باش نربحو برشا وقت باش يربح زيدا برشا فلوس.